اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. النهارده في الفقره هيكون معانا اربعه من عشاق النادي الاهلي، الحقيقه بيحبوا النادي الاهلي، عاملين شغل محترم جدا على السوشيال ميديا، كل الاحترام وكل الادب، منهم من يظهر في البرامج، منهم من يكتفي بالظهور عبر السوشيال ميديا. خلوني ابدا بالاول بالجنس الناعم اللطيف، الاستاذه، ما اعرفش اقول استاذه ولا مدام ولا كابتن ولا ايه، أمينة صالح، مساء الفل، ازاي حضرتك؟ يا كابتن شوبير ناظر الإعلام، يعني مساء الفل على حضرتك، وأي حاجة من حضرتك حلوة، بس لا هي مش مدام، طيب خلاص، يبقى نقول فخليها الأستاذ. هنقول أمينة على طول. بالظبط، أمينة على طول طبعا. أمينة أهلا وسهلا بيكي، منورانا. ربنا يخليك يا كابتن، ده نور حضرتك ونور كل الموجودين الأهلاوية الجمال الحقيقة، وفي احتفالية جميلة. احتفالية جميلة. محمد سامي، مساء الفل عليك يا أبو حميد. مش سامعني يا محمد؟ سامعني كده يا محمد يا سامي؟ سامع حضرتك كويس. مساء الفل عليك. مساء الجمال. منورنا ومشرفنا. شرف لينا يا كابتن، فرحانين ان احنا بنحتفل بذكرى الارض قناه سابينا ومع حارس الاهلي. اهلا وسهلا بكم. انتوا ممكن تورونا ضيوفنا على الشاشه الكبيره يا جماعه بس عشان استمتع زيكم كده بيهم، اكون شاكر ليكم. وائل الامام، مساء الفل يا عم وائل. مساء الفل يا كابتن، نور الدنيا يا كابتن شوبير، وتالق دائم في كل مكان في اي حته، اينما وجد الكابتن شوبير التالق حاضر والمتابعه موجوده يا كابتن. اشكرك يا وائل، شكرا جزيلا. وصديقي من الامارات اكرام الرديني، مساء الفل عليك يا اكرامي، منور الدنيا. مساء الورد عليك يا كابتن شوبير، عود الحميد، ومنور الخير على جمهورنا الكريم. فرحان اللي انا معاك يا كابتن. ربنا يخليك، احنا اللي فرحانين بوجودكم معانا. امينه بقى احكي لي، اهلاويه شديده جدا ومؤثره جدا، بنرجع زي ما قال محمد سامي كده بنعمل فلاش باك، وليله المباراه، القمه، القضيه، القرن، حاجات كتيره جدا. التحضير، انا كنت بحضر، كان عندي شغل، اللعيبه كانت بتحضر، انت كنت بتحضري ازاي؟ توتر، يعني الليله اللي محدش بينام فيها. بالظبط، يعني كان في قلق كتير وتوتر كتير. ظروف اللي قبل المباراه الحقيقه كانت صعبه جدا، فكره الكورونا وفكره الاصابات وفكره تغيير مدير فني قبل السيمي فاينال على طول كان موسيماني، ففكره وجوده في الفاينال وفكره ان كابتن طبعا محمود الخطيب ياخد خطوه زي دي بوجود موسيماني وانتقادات كتيره جدا، فكان تحضير قوي الحقيقه يعني، وكان الواحد قلقان طبعا ليلتها. البطولة غايبة عننا من 2013 يا كابتن، فيعني التاسعة دي جت بصعوبة، فكان يعني موضوع صعب جدا الحقيقة قبل المباراة. محمد سامي، أمينة فتحت لي موضوع كويس، التوتر، غياب رحيل فايلر، حضور موسيماني، بس فزنا على الوداد هناك 2-0، هنا 3-1، هل الفوز ده ادالك ثقة وخلى الفاينل سواء قدام الزمالك أو الرجاء ما يفرقش عندك؟ حضرتك قلت في المقدمه يا كابتن ان جان ما عندوش حاجه يخسرها قدام الاهلي. نعم. فرق القاره ما عندهاش حاجه تخسرها قدام الاهلي. تمام. بس هو اللي عنده بيخسره. نعم. الماتش ده دخلنا برهان ما دخلناهوش. ها. تفاجأ لقيت نفسك بتتراهن على طريقك قدام حد شايف ان هو احق. شايف ان 90 دقيقه هيثبتوا فرديه هو بيروج ليها بقاله سنين ان هو بكل حاجه. نعم. التوتر جه من ايه؟ من انك انت عندك حاجات كتير قوي تحافظ عليها والمنافس بيحاول يلعبك عليها لعبه قمار. نعم. ولكن الثقه دايما بانك عندك ارث تاريخي رهيب، عندك موروث بيخليك قادر على الاستمتاع بالمباريات الصعبه. نعم. عندنا دايما كده بيسموني في المجموعه بتاعتنا كده البارد بتاع الماتشات الصعبه، تبقى الماتش مولع واقول لهم هنكسب. والله الاهلي معودني على كده. ده دايما شعورك يا محمد؟
موروث يا كابتن، احنا الكلام ده عندنا يا عليك ربنا، يا ربنا يديني يا اخي، ربنا يديني ربع برودك يا اخي والله، ده احنا حاجه صعبه قوي يا كابتن. ازاي بس حضرتك، حضرتك كنت حاضر وشاهد عيان على اهداف بالجمله بتتسجل بعد الدقيقه 90، ده صحيح، يبقى المفروض حضرتك تكون واثق اكتر مني. ماشي، هي القصه دايما ان الاهلي بيدينا رؤيه ان المباراه دايما بتخلص مع الصفار، نعم، دايما التوفيق بيروح للمجتهد، دايما لعيبه الاهلي بتروح للاجتهاد وانها تقدم اللي عليها، وعلى كده دايما ربنا يوفقنا وناخد البطولات. نعم، علشان كده انا كان عندي الثقه احنا ان شاء الله ده الماتش بتاعنا، خاصه احنا عاملين موسم هايل، فايلر عامل فريق كويس، صحيح، متمرس، كل ده بيودينا لنقطه واحده، انت اعلى فنيا، ولكن هم استندوا على حاجه واحده، ان هم علينا في مباريات السوبر وكسبنا بهجمات مرتده. ميزه سيماني ان هو بيقرا ويذاكر كويس جدا، انا كنت مطمن من الناحيه دي. نعم، ده الكلام الفني، ولكن بقى التوقف كان صعب، كل الكلام كلنا كنا طبعا عندنا قدر من التوتر، ولكن استني المباراه دي بصراحه. طيب خلينا نروح لوائل، وانا عارف يا وائل انت ما بتسيبش مباراه للنادي الاهلي في الملعب، لكن كان عندنا ظروف كورونا لا قدرت تسافر المغرب، انت بتسافر ورا الاهلي، وائل يا جماعه بيروح ورا الاهلي في كل مكان، وائل رجل اعمال بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يعني، فما روحتش الاستاد، احكي لي بقى اكيد حاولت وعافرت تروح الاستاد وما نفعتش المحاولات، احكي لي بقى اللحظات ما قبل ال 90 دقيقه ثم ال 90 دقيقه. والله الشعور لا يوصف، لان بكل بصراحه يعني بكل بساطه انا ممكن اقول لك على اسبوع بالنسبه لي انا ما حدش يعني يزعل مني سيء جدا نفسيا قبل المباراه. ليه؟ اسبوع عمال اتخيل الماتش، عمال اتخيل المباراه يا كابتن، المباراه بالنسبه لي شبح جاي لي، الاهلي كان عامل طبعا موسم خيالي، لكن في حاجات كده يا كابتن يعني اكلمك عليها، اكلمك على علاقه بتاخر 7 سنين، صح، 7 سنين بعد جيل الحبايب، وقاعدين في 2017 نخسر قدام الوداد في مشهد صعب جدا، مشهد اصعب منه في الترجي، صح، في 2018 ب3-1 هنا، فتروح تتغلب 3-0 هناك، ومشهد اصعب على جماهير النادي الاهلي كله، خماسيه قبل النهائي مع صن داونز، نعم، ويجي الصوره التاريخيه الكابتن خطيب في استاد القاهره في الماتش ده، دي صوره معبره جدا، انا شفت الصوره دي يا كابتن عرفت ان احنا السنه الجايه هيحصل حاجه مختلفه. صوره واحد مصر ان في حاجه تحصل للنادي ده، حزن وزعل غريب. اكلمك على الاسبوع اللي قبله، الاحساس الزمالك انه يكسب لا قدر الله، وممكن تقام الافراح والليالي الملاح لغايه نهايه العالم. اكلمك على مدرب زي موسيماني لسه ماسك من شهر ونص قبل الماتش، وجاي بعد فايلر اللي كان عامل اداء عظيم، نعم، ويخش على ماتش تاريخي زي ده. لا يا كابتن، حاجة صعبة جدا نفسيا. انا مشيت كل اللي في البيت، ضلمت الأوضة، انا بكلمك بجد يا كابتن، مشيتهم فعلا، قلت لهم لو سمحتوا ما حدش عايز حد معايا في البيت النهاردة، ضلمت الأوضة، اتفرجت على الماتش، وبعد جون قفشة جالي، طلعت بقى الانهيار بتاع الأسبوع كله كله. ها، نزلت جريت في الشارع ولا عملت ايه؟ فعلا والله يا كابتن بكيت، والله يا كابتن انا ما بكيتش الا على 3 حاجات في حياتي، وفاة والدي ووالدتي ربنا يرحمهم يا رب، و الماتش ده. طيب خلينا نروح لحامي حما الاهلي في الامارات اكرام الرديني، وانا علاقتي هو فكرني الحقيقه علاقتي بيه من زمن الزمن، طلعنا عارفين بعض من ايام دريم وزميلنا العزيز صلاح عقده وحاجات كتيره يمكن مش هنعرف نتكلم عليها دلوقتي، لكنه خليني اسالك يا اكرام، كنت عايز الزمالك ولا الرجاء بمنتهى الامانه؟ وانا اقول لك انا بمنتهى الامانه انا كنت عايز الرجاء، لان احنا كنا كسبانين الوداد هنا وهناك، فقلت ايه رجلنا ماشيه المره دي على اخواتنا الاعزاء يعني، وحظنا عالي عليهم، والزمالك كان ساعتها فرجاني وبن شرقي واسماء كبيره لها كل الاحترام يعني. هل كنت عايز ده ولا ده؟ كنت فرحان انها من مباراه واحده، ولا كنت تتمنى انها ذهاب وعوده؟ والله يا كابتن انا عايز اقول لك على حاجه، كان نفسي في الزمالك. كان نفسك في الزمالك؟ يعني جدا. وبعدين لو نفتكر يا كابتن كان في نقطه ثقه، واللي النادي الاهلي هيكسب، والنادي ليله مستريح بعد النقطه دي،
لما راح جمهور الزمالك عند النادي الاهلي وعمل يافطة قلت نام يا اهلي. فدي ادتني ثقه جدا لان الاهلي بيستفز وبيقبل التحديات من المواقف. حلو. ولا الهلال قصه مع وليد فراج، ولا انا مع الزميل عبد الله الكعب قصه في العين، وكل الاتحاد قصه. فبعد اليافطه دي انا جالي شعور مختلف تماما. حلو. الشعور النادي الاهلي في تحدي يعني. فمين المباراه؟ اي نعم، في قبلها فايلر مع موسيماني، حاجات كورونا، ديانج من القايمه، كل دي حاجات لينا في توقع. ايوه. لكن كانت بالنسبه لي يا كابتن ومفيش مباراه فيها زي مباراه هم اللي طلعوا المصطلح ده لنادي الزمالك الكبير، طلع المصطلح بتاع القرن واحنا قبلناه. قوية. لكن انا عايز نقول للاهلي احلى مقدمين ليه عمرو السوليه حق. لا من دي له انا ان شاء الله ان شاء الله والله عاملين لك مفاجاه، بس يا رب تتم على خير يا رب. قول وبس انت ادي له حقه. اتفضل. نعم. وكانت اسعد لحظه بقى كابتن. ايوه. انذار بتاع الشناوي، يعني كابتن الشناوي خد الانذار. كانت نقطه فارقه عندي اللي خلاص النادي الاهلي اخر دقيقه بيضيع وقت في اللي هو عشان ياخد البطوله يعني. انا كابتن في حياتي كلها بقولها يعني بحافظ على نفسي، بحافظ على شكلي، بحافظ على نفسي. مع النادي الاهلي يا كابتن انا فوق الترابيزه في زي العيل الصغير. ايوه. وكانت دي فرحه ليا. الفرحه كلها كانت كلها قصه كابتن حلوه جدا. احكي احكي احكي. في 2006 فزنا على العاصمة ده وثلاثه اربعه زمايلي في البيت. ابو تريكه حط الكوره كده، قعدت اجري في الشقه، نزلت على النادي هو. بعد ساعه كابتن بيقول النادي هو في الشقه وسبتين الكارير بتاعها. نعم. النادي وسبتين فعلا. الاهلي بيخليك كابتن طبعا. صحيح. طيب امينه اسالك بعد الهدف الاول، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعمرو السوليه جاب هدف، هل بتبقى حاله تفاؤل بالنسبه لك؟ حسيت ان اليوم يومنا ولا اتوترتي اكتر؟ والله يا كابتن لا، في الاول طبعا كان عندي تفاؤل كبير جدا. يعني كانت كوره حلوه قوي، ركنيه طبعا. نعم. من علي معلول وعمرو السوليه، يعني كمان معروف عنه التفوق في ماتشات الزمالك بالذات. فقلت بقى يعني الدنيا هتبدا تفتح معانا. يمكن بعدها بدا الاهلي يتراجع شويه في المباراه، فده اللي بدا ايه يقلق الواحد شويه. مع الدقيقه 30 لقينا طبعا الهدف الحقيقه بتاع شيكابالا. يمكن كوره يعني كنا يعني حصلت قبل كده، فيعني كنا متوقعين رد فعل مزبوط. من الدفاع الاهلي افضل من كده، لكن ما كانش موجود. لكن بعد كده الاهلي بدا يرجع تاني مع الشوط الثاني. انطلاقات علي معلول الحقيقه في الماتش ده بالذات كانت اكتر من مميزه. حسين الشحات اللي يمكن بس يعني جات له فرصتين كده. نعم. فرصه في الشوط الاول وفرصه بتاعت الشوط الثاني، دي اللي جت في العارضه، دي خدت قلبنا معاها. نعم. يعني هنا بدأت أحس اللي هو إيه، هي شكلها هتقفل ولا إيه؟ يعني لأن الجون فاضي. أيوة. وحسين الشحات يحطها في العارضة. فدي خلت الواحد بقى إيه مشدود أكتر. صح. بعدها بعشر دقايق كرة زيزو. يعني في العارضة. نعم. يعني خلاص بقى انهيار. فلحظات الماتش وأنا بفتكره مع حضرتك وقاعدين. أيوة. نقسم لحظات الماتش دي. لا كانت كلها توتر طبعا بشكل شديد جدا. بس هنا بقى الحقيقة جه دور قفشة. أيوة. يعني ودي دي يعني ده اللي بيميز قفشة الحقيقة. يمكن يعني يمكن محمد صلاح كده كان قال حاجة، يعني أرسن فينجر كان هو بيسأله ان ايه اللي بيفرق لعيب كويس عن لعيب كويس قوي. نعم. قال له ان اللعيب الكويس قوي اللي بيفضل محافظ على تركيزه طول ال 90 دقيقه في المباراه لحد ما تيجي. صح. اللحظه بتاعته. ودي بقى اللحظه اللي يعني بتهيالي كل الناس طلعت تجري فيها. ده يعني صحيح. محدش عارف هو عمل ايه ساعتها. طيب اسال محمد سامي، محمد بعد كره حسين الشحات
في القائم وانت بتقول ان انت بارد شويه، يعني هل بدات تحس بالقلق شويه، خاصه بقى زي ما امينه قالت كره العارضه بتاعه زيزو؟ بعد كره حسين الشحات انا كنت قاعد اتفرج مع والدي. نعم. والدي بص لي قلت له بص هي كده شكلها ربنا مش رايق. بعد كره زيزو قلت له هنكسب. العكس. بس هو على ذكر العرضتين دول بقى، هو اخواتنا الزملكاويه عندهم افتيه حلو قوي بيقولوه، لعن الله القائم الايمن للشناوي. انا برد عليهم بقول لهم وبارك الله القائم الايسر لابو جبل، يعني هي دي في العرضه ودي عرضه ثانيه. ايوه. طب ده بتاعت حسين قتل. ايوه. ده بتاعت حسين من جوه السكس يارد ومفضيين الجون. وصلنا تاكت، وصلنا بلعب مفتوح حلو مش تسديده من بعيد. فانت ليه شايف اللي ليك وناسي اللي عليك؟ بس هو ما علينا، يعني هو من حقهم يتعلقوا باي حاجه في الماتش ده، يعني اذا كان هدف شيكابالا ولا اذا كان عرض بيزو، اهم حاجه ان احنا الحمد لله خدنا الكاس. طيب وائل القصه اتفضل. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل اتفضل. هي القصه، بس انا بالنسبه لي مشكلتي مع المباراه دي ان هي كانت حرب في الصور الذهنيه. الصوره الذهنيه عن الزملكاويه هم دايما الاحق، ودايما الاهلي بياخد حقهم بطرق مختلفه. وان المباراه دي جات لهم على طبق من فضه علشان يثبتوا السرديه دي. نعم. ولكن النادي الاهلي موروث اللي لسه كنا بنتكلم عنه قدر انه يحافظ على بألقابه اللي حققها لعيبته وبعرق لعيبته. طيب اروح وائل الامام. وائل، امتى بقى بدات الثقه تجيلك، ولا اصلا لحد الدقيقه 87 لحظه الهدف كنت في قمه التوتر؟ لغايه لحظه الهدف طبعا اكيد كنا متوترين ان الماتش كان رايح جاي، ولكن بعد كوره زيزو اللي في القائم الاهلي بدا في الدقيقه من دقيقة من الدقيقه 70 اهو. نعم. او ما بعد ذلك بحاجه بسيطه الاهلي بدا يمتلك زمام المباراه. كان الاول للاسف الهدف المبكر اللي جابه لعيبه الاهلي وبعد المعاناه اللي انا حكيتها لك في الكلمه اللي فاتت. نعم. خلت اللعيبه تخاف شويه. نعم. تخاف انها تحافظ على الهدف فتراجعوا. التراجع ده خلى المنظر الزمالك كان شكله افضل في خلال بعض اللقطات في المباراه. نعم. ولكن بعد الشوط الثاني وبعد ما النادي الاهلي بدا يستعيد الثقه ثاني وبدا اللعيبه تحس ان لا ده جون شيكابالا جه وبدا ممكن اللقب يروح، وبعد ما كره الشحات ضاعت بدات تحس ان الفرقه فعلا تمتلك زمام المباراه. خد بالك يا كابتن ان كورونا قد ضرب لنا اثنين لعيبه من اجمد ما اليو ديانج وليد سليمان اليو ديانج. نعم. حاجه صعبه جدا. نعم. وكان معاهم طبعا صالح جمعه يعني، بس يعني. نعم. الاثنين دول كانوا لعيبه بارزه جدا جدا. صحيح. في وسط الملعب. فانت. نعم. بتتكلم في فريق ناقص لعيبه مؤثره. خبره وليد سليمان بالذات مهمه جدا لانه ريحه الحبايب زي ما انت عارف. فكانت هتفرق معانا جدا. ولكن الثقه زي ما انت بتسال يا كابتن بدات تجيلي في اخر 20 دقيقه، كنت متاكد ان الاهلي بيقرب بس ما كنتش عارف الدنيا هتروح فين. خليني اسالك يا اكرامي، هل كنت بدات تجهز نفسك هتعمل ايه على السوشيال ميديا؟ وكنت بتجهز نفسك ايجابي ولا سلبي؟ كنت ما احنا كنا كورونا بقى، فكنت مجهز نفسك في اي اتجاه، خاصه زي ما قال كده يعني محمود ووائل المباراه راحت وجت اكتر من مره، قائم هنا وقائم هنا، وهذا يلعن القائم ده وهذا يبارك للقائم ده وحدوته يعني. كنت بدات تجهز نفسك ازاي وانت راجل يعني بتحب السوشيال وكلكم يعني ما شاء الله من الاقوياء على السوشيال ميديا؟ والله يا كابتن انا الصبح دايما اكتب تويتر فيها كل حاجه عن اللي هتحصل. كويس. يعني انا لما بنسى النتيجه ما بتبقاش مظبوطه يعني. فانا بصراحه نبيل مهندس معانا على تويتر كنت في صفحه اسمها نص تويتر. ايوه صح. هو بيرسم كويس وانا بكتب. كله. حلو. فكنا عاملين صوره لمحمود خطيب على بيانو كده وهو مايسترو. وكتبنا النص تويتر الصبح. ايوه. وبعدين سبحان الله عملنا حاجه القفشه. سبحان الله. ليه مش عارفين.
وعندي التويته دي يا كابتن يعني. حلو، ابعتها لنا لو سمحت. عينيا الاثنين. نعم. وفضلنا محتفظين بيها بصراحه كابتن. يعني انا ما كنتش متخيل الفرحه تبقى كده. احنا مطمنين بس نادي الزمالك، مطمنين بس لينا صفقه في 94. نعم. مطمنين لكن ماتش لا يعوض، ده دوري ابطال. نعم. عارفين انتوا كويس. بعد ما الكوره ضاعت بتاعت حسين، بعد ما الكوره ضاعت بتاعت سيدو، الكوره وهي رايحه كابتن لقفشه، الكوره بتاعت التلفزيون ما جاتش. فلما قفشه خدها على طول. نعم. وكلنا كانت فرحه كبيره. شربناها بقى على السوشيال ميديا. لو تفتكر يا كابتن البطوله دي كانت جايه بعد سنه صعبه جدا. ده صحيح جداً صحيح. نعم. اعلاميا وكل حاجه كانت في النادي الاهلي، فكانت الفرحه السريه بتاعت النهارده اللقب الاغلى. طيب خلينا عشان بختم الفقره لازم ابدا بيك، يعني لحظه الهدف واحساسك ان الاهلي توج بالبطوله. ها قول لي حصل ايه كرامي؟ لا كنت على الترابيزات ورقصت وغنيت، وكنت انا الكاب بتاع الكابتن اللي انا كنت فيه. نعم. ومنظر عمري الفيديوهات بستغرب نفسي. نعم. انت بتعمل كده ازاي يعني؟ بس ده الاهلي، ده الاهلي، هو الاهلي كابتن. الحاجات كده اللي بتشير اي حساب يعني. انت بتبقى عامل زي الطفل فعلا، بتفرح ما اكثرها الفرحه، بس لانها كانت على نادي الزمالك حبيلة. ولغايه النهارده احنا من السوشيال ميديا بنحسب الجمعه رقم كام. نعم. القضيه رقم كام، وجبنا زيها في السله. نعم. في الهاندبول وجبنا زيها في البوليبول. فتفضل القضيه بتاعت قفشه اكبر فرحه في تاريخنا كله، في تاريخي انا شخصيا، تاريخ اي مشجع. امينه نفس السؤال. فرحه ملهاش مثيل يا كابتن يعني، ولا في غيره يفرحني. دي مش مجرد جمله او مجرد شعار يعني. نعم. دي حقيقه الاهلاويه دايما حاسين بيها. وبعدين بقى دي كانت يعني بدايه من تاني سيطره وهيمنه الاهلي على افريقيا من جديد. دي كانت الانطلاقه يعني، فما فيش احلى من كده. ما فيش احلى من كده. محمد لحظه الهدف نفسها بتاعت قفشه. يا كابتن هو نطيت بالهواء ووقتي ربنا يديله الصحه، نط كمان وانا عارف مين كده شال التاني. ايوه. بس كانت فرحه ما تتصدقش حقيقي. نعم. عرفت ساعتها يا رب يكتر يا رب. ساعتها ايقنت ان الاهلي خد البطوله؟ ده حقيقي. كنت نازل على فخده قفشه انا عارف. انا قلت جول. واحد لعب كوره شويه يعني. نعم. عارف ان دي جول. وائل. ساعتها الحمد لله قلت. الحمد لله. وائل. قفشه خد مكافاه عاليه جدا. وانا دفعت مكافاه غاليه جدا للناس اللي في البيت. فعلا اغلى خاتم جبته يا كابتن بسبب هدف قفشه. طب اكيد كانت اسعد واحده في الدنيا بتقول لك ربنا يعني يخلينا قفشه. يعني عايزه كل اسبوع ولا كل شهر قفشه. بس ده اظن دفعته وانت مبسوط قوي يا وائل. ها انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن. قول لي. طبعا يا كابتن. هدف قفشه اللي خلاني يعني ممكن حضرتك تتفاجئ. هدف قفشه اللي خلاني افتح حساب على تويتر. لا والله. والله يا كابتن ولا كنت بفتح. فتحت الحساب وانطلقت بعد الهدف بنص ساعه فتحت حساب. يعني هدف قفشه وشه حلو على المدام، الخاتم اغلى خاتم جاله هديه، وكمان انت انطلقت على تويتر وبقيت واحد من اهم النجوم ما شاء الله يعني. خلاني اتفاعلت، كنت قافل الحساب. نعم. شكرا. وائل انا بشكرك شكرا جزيلا. اكرامي بشكرك شكرا جزيلا. محمد سامي بشكرك شكرا جزيلا. امينه بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اطلاله سريعه جدا، ودي بدايه، لكن ان شاء الله هيكون لنا لقاءات كتيره جدا، بس احنا عشان مخصصينها عشان القضيه فكان الحوار بالقضيه، لكن بعد كده هيبقوا معانا زملائنا واصدقائنا الافاضل دول، وايضا غيرهم من المحترمين المؤثرين جدا على السوشيال ميديا. وده اللي انا قلته من اول حلقه لو تتذكروا، يبقى عندنا تواصل وانتم هتبقوا نجوم حلقات كتيره جدا. بشكرهم شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نحتفل بابنائنا. تعرفين السهره هتحلى مع محمد سراج ان شاء الله. عندنا كلام كتير جدا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لكن عندي سبعه
من ولادنا نجوم منتخبنا الوطني الناشئين اللي فازوا ببطوله شمال افريقيا وتاهلوا للبطوله الافريقيه. سبعه من ابناء الاهلي، بلال عطيه وعمر العدوي ومهند الشامي وزياد ايوب، دول نجوم الفقره الاولى. ثم الفقره الثانيه هيكون حمزه عبد الكريم وياسين ياسر وحمزه الدكوي.